السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة الاقتصاد الهندسي. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نيجي للفاكتورز الخاصة بين A و F. تمام، احنا سابقا تحدثنا عن الفاكتورز الخاصة بين ال F وال P، ال F given P وال P given F. بعدين نجينا تحدثنا عن ال A وال P، ال A given P وال P given A. الآن نيجي نتحدث عن الفاكتورز الخاصة باليونيفورم سيريز اللي بتربط بين ال annual worth وال F، ال F given A وال A given F. ايوه، بكل بساطة زي الأمثلة السابقة. ايوه، لو كان عندي التالي، لو كان مثلا انا عندي والله annual worth مثلا من سنة واحد اثنين مثلا ثلاثة، وهنا طبعا صفر، اربعة مثلا خمسة، ونحكي هون ستة. انا في عندي هذا annual worth بلش من السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وكنت ادفع مثلا مبلغ مقداره $100 مثلا per year. ايوه، وهذا المبلغ كان بفائدة مثلا الاي كانت عندي 10% per year مثلا على سبيل المثال. ايوه، فبالتالي اجا حكى لي طلع لي الفيوتشر وورث لهذا الانيوال وورث. تمام، اذا انا عندي الاي معطاه، فانا بدي الفيوتشر وورث من هاي الاي. حكى لك بكل بساطه بتقدر تطلع الفيوتشر وورث من هاي الاي، ايوه، عن طريق ان الفيوتشر وورث مكانه في الاي عند اخر دفعه. تمام، عند اخر دفعه في A بكون مكان الفيوتشر وورث. يعني لو سالتك وين مكان الفيوتشر وورث، مكان الفيوتشر وورث راح يكون عند الدفعه رقم 6، فهنا الفيوتشر وورث بتكون موجود من الانيوال وورث. تمام، فدائما الفيوتشر وورث راح يكون عند اخر دفعه ل A. تمام، طيب تمام، فهيك الموضوع. بس بكل بساطة لازم تعرف وين مكان الفيوتشر وورث. مكان الفيوتشر وورث هو اللي راح يفيدك في إيجاد الآن. طيب الآن كم راح تكون؟ هل راح تختلف؟ ما راح تختلف، راح تكون هي نفسها عدد الدفعات. تمام، الآن راح تكون نفسها عدد دفعات الـ A، إذا هي عدد دفعات A. فراح اجي اعد دفعات A، كم دفعة؟ 1 2 3 4 5 6. فبالتالي N هنا عندي بتساوي 6 والI تساوي 10%، وبالتالي لإيجاد F باجي بحكي انه الA معطى، فإذا F تساوي الA ضرب الفاكتور اللي هو F given A، الأول given الثاني. تمام، هذا هو الأول وهذا الثاني، فبالتالي F given A وA هي المعطى. تمام، طيب F given A كيف أجيبها؟ عندي الI والN، فإما من معادلة وإما من خلال الجدول. تمام، من خلال الجدول. فلو رحنا على جدول 10% على سبيل المثال، الجدول السابق مثلا اللي بالمحاضرة الماضية تحدثنا عنه، هي موجود هون. أيوة، وشطبنا يعني هاي القصص. طيب، فإنه بجدول 10% اللي هو هيو، هذا هو الجدول 10%. بكل بساطة لو أنا بدي الـ F given A عند سنة رقم 6، فهيو الـ F given A شايفه، وبالتالي أنا بدي إياه عند سنة رقم 6، هاي سنة رقم 6، فباجي بحكي والله الـ F given A راح يطلع 7.7156، ف7.7156 هاي هون المثال تاعنا، فهذا بيطلع 7.7156، اضربها في 100 بطلع الجواب عندك الفيوتشر وورث 771.5656 دولار. تمام، في هذا المثال الافتراضي اللي احنا افترضناه. ماشي، فاذا هي الفكره انه الفيوتشر وورث بقدر اطلعه من الانيوال وورث. على فكره في ايضا ملاحظه بسيطه هون، الفيوتشر وورث تقدر تطلعه ايضا لو انت جايب مثلا البريزنت وورث. يعني لو انت عندك مثلا انيوال وورث بهذا الشكل، مثلا هاي 1 2 3 4 5 دفعات، وهون عندك السنه رقم 0. طيب الفيوتشر وورث احنا حكينا وين راح يتواجد؟ عند السنه رقم 5. تمام، هذا هو الفيوتشر وورث. ماشي، طب البريزنت وورث احنا وين حكينا بيتواجد؟ البريزنت وورث يتواجد قبل اول دفعه او قبل فتره من اللي هو الانيوال وورث، قبل فتره واحده. وين يعني راح يتواجد؟ عند السنه صفر. تمام، فالبريزنت وورث هي هون. ماشي، طيب ماشي، فبقدر طبعا على فكره لو كان عندي الفيوتشر البريزنت وورث معلوم، بقدر اطلع الفيوتشر وورث من مين؟ من البريزنت وورث. تمام، فبقدر اطلع الفيوتشر وورث للاي، لهاي الاي، من خلال البريزنت وورث. تمام، ما هو انا طلعت البريزنت وورث مثلا لهاي الاي، ايوه، فبقدر اطلعها من خلال، بقدر اطلع من خلالها الفيوتشر وورث. ماشي، فبقدر مثلا اجي احكي والله البريزنت وورث بتساوي، لو انا جد طلعت البريزنت وورث عن طريق اني احكي انها بتساوي اي في البي جيفن اي، بقدر اجي احكي انه الاف بتساوي البي في اف جيفن بي. تمام،
فاتمنى تكون هاي الفكره وضحت. فبتقدر هيك يعني تشبك الفاكتورز مع بعض، تقدر تدمجهم مع بعض، فعادي يعني بتقدر في اكثر بالسؤال الواحد تستخدم اكثر من فاكتور، عادي هذا الاشي ممكن تستخدمه. ولكن انت الاسهل لك والاسرع لك ايش تستخدم؟ تستخدم الفاكتور اللي هو اف جيفن اي، مباشره بيطلع لك هذا الجواب. بس هاي ملاحظه انا حبيت اذكرها، وراح نتطرق لهاي الملاحظه في التفصيل، يعني بالتفصيل الممل رايحين نتطرق لها بالشابتر الجاي، ماشي؟ الان خلينا نركز في موضوع انه الاف كيف اجيبها من الاي، تمام؟ عن طريق الاف جيفن اي والاي جيفن اف. طيب النقطه الثانيه، لو مثلا كانت اللي هي الاف معطاه والاي مجهوله، طيب فباجي بحكي بكل بساطه، مثلا لو كان عندي 0 1 2 3 وفي عندي ثلاث دفعات مثلا هنا موجودات من الانيوال وورث، طبعا هنا بتكمل 4 5، ولكن ما فيش على الاربعه والخمسة دفعات، ماشي؟ طيب وين الفيوتشر وورث؟ الفيوتشر وورث للانيوال وورث بكون عند اخر دفعه وهي الدفعه رقم 3، فباجي بحكي هذا هو الفيوتشر وورث. اجى اعطاني الفيوتشر وورث مثلا 1000 دولار، ايوه، وقال لي والله الانترست ريت مقدارها مثلا برضو 10% بير يير، ممتاز جدا. ايوه، الان هنا كم عندي دفعه من الاي؟ لاحظ 1 2 3، فاذا ان عندي بتساوي 3 دفعات من الاي، ماشي؟ طيب الان بدي اجيب انا مين؟ الاي، فبجيب الاي عن طريق الاف، بقول الاي بتساوي الاف ضرب الفاكتور اللي هو اي جيفن اف، تمام؟ هيك بكل بساطه. والاي جيفن اف انا معي الان والاي، فبقدر اما استخدم المعادلات او استخدم الجدول، فبروح بقدر اجيبها من الجدول مثلا الاي جيفن اف واضربها بالاف اللي هي مقدارها 1000 دولار. طبعا بالنسبه للقوانين تاعت الاي جيفن اف والبي جيفن اي، او عفوا الاف جيفن اي، ايوه هين هاي قانون الاف جيفن اي وهاي قانون الاي جيفن اف، تمام؟ فهاي القوانين دائما تحتوي على اي وان، دائما القوانين فيها اي وان، انترست ريت والان، بس اللي هن النمبر اوف انترست بيريودز، ماشي؟ طيب ماشي. بحكي لك طبعا انه نوتس انه الاف تيك بليس ان ذا سيم بيريود از لاست اي، لاحظ انه هنا قاعد بحكي لك انه اف يعني بتيجي على اخر دفعه من دفعات اي بنفس الفتره، ايوه مش بتيجي بعديها بفتره، لا بتيجي عند اخر دفعه واخر فتره من فترات اي، وهذا الشيء تونا حكيناه، زي مثلا هنا كان الاي والله 1 2 3، فاجت وين؟ عند السنه رقم 3، عند اخر دفعه، مش بعديها بسنه، مش زي البريزنت وورث مثلا، البريزنت وورث كان قبل بسنه او قبل بدفعه، تمام؟ فهذا الشيء مهم تعرفه، وطبعا ممكن هاي الشغلات يجي عليها اسئله ترو فولس كويستشن، ماشي؟ طيب النقطه الثانيه ان هي عبارة عن number of A values اللي هنا عدد دفعات A، فيعني ما في داعي تعد سنوات، دائما عد دفعات A وهي الـ N بتكون عندك، ماشي؟ طيب بحكي لك الـ N and I are given، أكيد الـ N والـ I هنا لحد الآن احنا بندرسهم كأنهم given، يعني ما في لحد الآن سؤال مر علينا وكان الـ I أو الـ N مجاهيل، تمام؟ وأيضا بحكي لك إنه الـ A مرة أخرى لازم تفهم منها هي عبارة عن value per، أيوه، أو دولار per period، لازم تكون يعني الـ A عبارة عن مثلا 300 دولار per year، ايوه 100 دولار مثلا بير مانث والى اخره، فهي لازم تكون يعني بالدولار بير تايم. طبعا احنا التايم عندنا هسه الحالي هو الير، يعني الشيء عندنا. تعال نجي هسه ناخذ امثله على موضوع الاي جيفن اف والاف جيفن اي، تمام؟ طيب بحكي لك من اكزامبل الاول، ان اندستريال انجينير ميد ا موديفيكيشن تو ا تشيب مانيفاكتشرنج بروسيس، ايوه، ذات ويل سيف هير كومباني 10000 دولار بير يير. فاذا قاعد بحكي لك عندنا مهندس صناعي، طبعا على فكره مش مطلوب منك والله تفسر السؤال كلمه كلمه، ولكن لو قدرت مش غلط، ايوه، يعني احيانا بهمك بس تطلع معطيات السؤال. مثلا يعني انا مباشره باجي بحكي والله هو اعطاني 10000 دولار بير يير، ايوه، فاذا انا يعني بدون ما افسر هذا السؤال يعني كلمه كلمه بقدر اجي احكي انه ال 10000 دولار بير يير هي عباره عن انيوال مباشره، هاي انيوال وورث، هاي القيمه A، تمام؟ فمش مطلوب منك انت تفسير السؤال كلمه كلمه، ولكن زي ما حكينا اذا قدرت يعني مش غلط، تمام؟ يعني احيانا ممكن يواجهك سؤال انه بتحتاج انه والله في معنى جمله، ايوه، او معنى كلمه انت مش عارف، فطبعا تقدر تسال عنها في الامتحان، ايوه، وطبعا يعني نتيجه حل الاسئله اكثر من سؤال يوم انت تحل، ايوه، وخصوصا يعني الاسئله في هاي الدوسيه انا حاط لك كميه كويسه من الاسئله، فيوم تحل هاي الاسئله وتطلع على شوي مصطلحات يعني رايح تفرق معك اثناء حل الاسئله، تمام؟ وان شاء الله يعني راح تفلل الماده. طيب نيجي نكمل احنا، فبحكي لك بالاكزامبل هذا عندنا اندستريال انجينير مهندس صناعي قام بعمل موديفيكيشن تو تشيب مانيفاكتشرنج بروسيس، قام بعمل تعديل على صناعه تشيب، يعني في عندنا رقاقه ايوه معينه، هو قام بعمل تعديل على اليه صناعه هاي التشيب،
تمام، بحيث هذا التعديل صار يوفر على الشركة تاعته، أيوة، أو على الشركة تاعتها، أيوة. إيش حكى لك؟ هاي الشركة راح تصير توفر 10,000 دولار بير يير، ماشي. فإذا هذا هو الأنيوال وورث، أو هذا هو اليونيفورم سيريز. بحكي لك at an interest rate، وبمعدل فائدة مقداره 8% بير يير، أيوة. How much will the saving amount to in 7 years؟ قال لك أعطيني مقدار saving amount، أعطيني مقدار كمية التوفير اللي هم رايحين يوفروها في السنة رقم 7، وطبعا بفائدة مقدارها 8%. فإذا أنا لو بدي أجي أرسم الكاش فلو دياجرام، باجي بحكي 0 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ أيوة، كلهم هذولا من 1 إلى 7 عليهم دفعات مقدارها 10,000 دولار بير يير، أو عليهم توفيرات، يعني هم بوفروا فعليا، هاي الشركة بتوفر 10,000 دولار كل سنة، تمام؟ per year، وبفائدة، هاي الفائدة كانت مقدارها 8% per year. طبعا هو ايش طلب؟ طلب اعطيني مقدار التوفير الكلي او saving amount، ايوة، وين؟ at سنة 7، يعني بالسنة رقم 7 معناته بده اياها هون. يعني ايش بده هو؟ بده الـ future worth، ايوة، للانيوال اللي معطيني اياه. فباجي بحكي له انه f بتساوي، او المبلغ اللي هو بده اياه اللي هو الـ f، ايوة، ايش بتساوي الـ annual worth في f given a، تمام؟ طيب تمام، فهو معطيني الـ A اللي هي مقدارها 10,000 دولار. طيب والـ F given A كيف بدي أجيبه؟ عندي الـ I والـ N عندي كم قيمتها؟ 7، فإنه في عندي هنا 7 دفعات، 1 2 3 4 5 6 7 دفعات، تمام؟ فإذا N عندي بتساوي 7، فباجي لجدول الـ I 8، فلازم أروح لجدول الـ 8% مع N 7 وأجيب الـ F given A، تمام؟ فأنا بدي الـ F given A، لاحظ أنا بجدول الـ 8% قاعد بشتغل، والـ N عندي 7 مقدارها، فراح يطلع معي قيمة هذا الفاكتور لو مشيت فيه، راح يطلع 8.9228، ف8.9228، فيعني هذا الكلام راح يعطيني 89,228 دولار. ففعليا احنا رايحين نوفر 89,228 دولار بفائدة مقدارها 8%، تمام، اللي هو الخيار رقم سي، تمام. طيب نيجي الآن للإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني بحكي لك a consulting engineering firm wants to establish a contingency fund. ففي عندنا مهندس استشاري اللي هو consulting engineering، أيوة، في عندنا يعني مهندس استشاري معين قال لك أنا بدي والله أعمل contingency fund اللي هو صندوق طوارئ، تمام. هذا الصندوق بدي إياه يحتوي على 100,000 دولار. فإذا قديش المقدار المبلغ اللي بدنا إياه إحنا؟ بدنا 100,000 دولار بهذا الصندوق. قال لك if the firm wants to have the money available in 5 years، إذا إحنا بدنا 100,000 دولار يتوافر من خلال 5 سنوات، فباجي بحكي له 0 1 2 3 4 5، أيوة، عندي السنة رقم 5 لازم يتوافر عندي أنا كم؟ 100,000 دولار، ماشي. طيب فباجي بحكي لي السؤال the annual amount، القيمة السنوية، أيوة، الانيوال معناها سنوي، القيمة السنوية that must be deposited، التي يجب يعني يعني إيداعها، لازم إحنا قديش نودع سنويا بفائدة 8% per year، أيوة، is nearest to، يعني أنا بدي القيمة اللي لازم أنا أودعها كل سنة، يعني أنا كم بودع كل سنة لحد السنة رقم 5، قديش أنا لازم أحط إيداعات عشان والله بالسنة رقم 5 ألاقي هذا الصندوق فيه 100,000 دولار، علما بأن الانترست ريت مقدارها 8%. فإذا أنا بدي إيش هون؟ بدي الآني والورث، تمام؟ فأنا بدي الآني والمن الفيوتشر، هو معطيني الفيوتشر وورث، فباجي بحكي له الأي بتساوي الفيوتشر وورث في الأي given F، تمام؟ طيب والفيوتشر وورث بمقداره طبعا 100,000 ضرب الـ A given F، الـ A given F لأن كم بتساوي هون؟ الـ N بتساوي، لاحظ إنه 5 دفعات، تمام؟ على مدة 5 سنين، فأنا بدي الـ N 5 والـ I عندي 8%، فبرجع لجدول الـ I 8 والـ N بتساوي 5 وبطلع الـ A given F، أيوة، إذن الـ N 5 وبدي الـ A given F، الـ A given F هيها، تمام؟ فباجي هون بظل ماشي هيها، تمام؟ فأنا هون بدي 0.17046، 0.17046، أيوة 0.46، فلو ضربت المئة ألف في 0.17 يعني 0.46 رح تطلع 17,046 دولار. فإحنا لازم نقوم بإيداع دفعات 17,046 أو 17,050 دولار، واللي هو كمان مرة الخيار سي طلع عندي الجواب، تمام؟
تمام. طيب نيجي الآن للإكزامبل الثالث، بحكي لك the future worth of deposit، أيوة ال 6000 دولار per year for 12 سنة 12 year at an interest rate of 12% per year is closest to، يعني هو إيش طالب؟ بده ال future worth، بحيث إنه أنت تقوم بإيداع، أيوة بعمل deposits، هاي deposits مقدارها 6000 دولار per year تمام لمدة كم؟ 12 سنة. فإذا أنا لو بدي أرسم الكاش فلو بدي أرسمه 0 1 2 3 4 وظلك مكمل لعند سنة 12، وكل سنة أنا بقوم بإيداع مبلغ مقداره إيش؟ أيوة مقداره 6000 دولار. فهيك يعني تقريبا رسمة الكاش فلو عندنا 6000 دولار per year، ممتاز جدا. طيب كم الفائدة؟ الفائدة الـ I بتساوي 12%، كم الـ N؟ الـ N عندنا 12 دفعة، لاحظ انه من سنة 1 لسنة 12، فN بتساوي عندي 12. طيب الآن أنا إيش بدي الفيوتشر وورث؟ فبحكي له الاف بتساوي الـ A، أنت معطيني الـ A في F given A، تمام؟ طيب الـ F given A على N 12 والـ I 12%، فبدي أروح لجدول الـ I 12%، جدول الـ I 12% هيو بنلاقيه موجود هون، تمام؟ فهذا جدول I 12%، روح على الجداول وعلى الجدول الـ 12، إحنا بدنا N، عند N بتساوي 12 سنة. فاي الان بتساوي 12. طيب الان انا ايش بدي؟ كنت بدي الاف جيفن اي، لانه كان معطيني الاي مقدارها 6000، فباجي بحكي له هاي راح تطلع 24.1331، فاذا الفاكتور اف جيفن اي بطلع 24.31331، هيك 1331 مزبوط. ايوه باجي بضربها طبعا في الاني والورث اللي قيمته 6000 دولار. فلو اجيت ضربت ال 6000 دولار، اذا احنا بدنا نيجي نضربها على الحاسب، 6000 ضرب 24.1331 راح يطلع معك الجواب مقداره 144000 144798 او 799، تمام؟ يعني 144800 او 145000، فهم حاطين هنا 145000 تقريبا. فهذا هو مقدار الفيوتشر وورث لهاي الديبوزيتس، ماشي؟ طيب نيجي الان الاكزامبل الاخير عندي في هذا الموضوع. A manufacturer of mini submersible data loggers is planning for equipment replacement 6 years from now. قاعد بحكي لك في عندك مصنع معين، بغض النظر عن الاسماء هاي اللي احنا مش محتاجينها، هذا المصنع شو بده يقوم؟ بعمل equipment replacement، بده يقوم باستبدال المعدات اللي عنده، ايوه خلال 6 سنين من الان، يعني بالست سنين الجايات بعد 6 سنين هو لازم يقوم باستبدال هاي المعدات، يعني المعدات عنده على فرض انها خرب، تمام؟ طيب بحكي لك if the company wants to have 300,000 دولار available at that time، إذا هاي الشركة بدها تقوم بتوفير 300,000 دولار أيوة عند ذلك الوقت، يعني عند سنة ستة، بعد ست سنين هم محابين يوفروا أيوة 300,000 دولار. يعني لو رسمنا الكاش فلو ديجرام 0 1 2 3 4 5 6، عند السنة السادسة هم إيش بدهم يحطوا؟ 300,000 دولار، تمام؟ ايوه ماشي. فاذا المبلغ عند السنه السادسه لازم يكون 300,000 دولار. طيب how much must be deposits ايوه each year into a sinking fund that earns interest rate 12% per year. بقول لك كم مقدار الايداعات كل سنه اللي لازم احنا نحطها في الصندوق، يعني هم عندهم صندوق زي ما تحكي صندوق توفير sinking fund، ايوه في عندهم صندوق معين بدهم يحطوا فيه ايداعات بحيث هاي الايداعات عليها فائده مقدارها 12% per year عشان يحققوا هذا المبلغ. فانا بدي الايداعات السنويه، يعني بمعنى اخر انا بدي الانيوال وورث، تمام؟ طيب فانا بدي الانيوال وورث لمده 6 سنين، فاذا انا بدي الاي، تمام؟ طيب هاي الـ A عشان أجيبها باجي بحكي والله أنا بدي أقول إنه الـ A بتساوي الـ future worth اللي أعطاني إياه في الـ A given F، تمام؟ والـ future worth مقداره 300,000. طيب الـ N كم مقدارها؟ عندنا هنا 6 دفعات، 6 سنين، تمام؟ 6 دفعات، فلازم تعد الدفعات وتحط عدد الدفعات اللي هو اللي بيساوي N، تمام؟ وبالنسبة للـ I أعطانا إياها 12%، فبقدر أرجع لجدول الـ 12% per year. طبعاً لاحظ إنه الـ N 6 سنين وأيضاً الـ I بالـ per year لازم تكون، هذا الإشي حكينا عنه سابقاً. طيب الـ future worth مقداره طبعاً هو 300,000 دولار. طيب خلينا نروح نجيب هسا الـ A given F عند I 12، هاي الـ I 12 هيو، إذاً هذا هو الجدول، أيوة تاع الـ I 12، إحنا بدنا الـ A given F، فالـ A given F هيو، أيوة لمين؟ لأن بتساوي 6، وين الـ N بتساوي 6؟ هيها هون، فباجي بحكي والله الـ A given F راح يطلع 0.12233، 0.12233،
فإذا هذا هو الفاكتور، أيوة هيو زي ما هو موجود هون، أنا جيت جبته وأضربه طبعا في 300,000، فنيجي نضربه طبعا في 300,000 على الحاسبة، أيوة نضرب 0.12323، فرح يطلع الجواب معانا 36,970 تقريبا، يعني 36,969 بالضبط، يعني ما يقارب 37,000 فعليا. أيوة فهيو حتى هم يعني حاطينه بالضبط المرة هاي. أيوة فشوف يعني أحيانا بيقرب لك الجواب شوي، أحيانا ما بيقربه، تمام حسب المزاج، ولكن أنت طبعا يعني راح يطلع معك الجواب أكيد 100% صح، أيوة لو أنك حليت وفهمت السؤال بالشكل المطلوب، تمام. فإذا موضوع الأنيوال وورث والفيوتشر وورث موضوع سهل وبسيط جدا، أتمنى أنك تكون فهمته، ولحد الآن بنقدر نلخص الأفكار اللي حكينا عنها في هذا الشابتر. إحنا حكينا لحد الآن عن البي جيفن اف والاف جيفن بي، عن السنجل بيمنتس فاكتور، بعدين جينا حكينا عن الاي جيفن بي والبي جيفن اي، كيف اربط البريزنت وورث مع الانيوال وورث، بعدين الان في محاضره اليوم جينا حكينا عن الاي جيفن اف والاف جيفن اي، وكان الكليات بنفس الاليه وبنفس التكنيك مع اختلاف في القانون وفي ايضا الجدول، يعني موقعهم بالجدول اكيد بيختلف، فهي يعني الفاكتورز قيمها بتختلف عن بعض، ايوه ولكن نفس التكنيك احنا بنستخدم، كلهم بيحتاجوا لاي وان، لازم اكون عارف الاي والان عشان اطلع اي فاكتور انا بدي اياه، تمام، وبقدر اطلع اي فاكتور اما من خلال الجدول او من خلال ايش، من خلال القانون، ولو كانت الاي يعني مش من ضمن الجداول مباشره بتروح تستخدم القوانين كافضل خيار عندك. وبس لهون بتكون خلصت محاضره اليوم، اتمنى انك تكون فاهم لحد الان هذا الشابتر وشايف الماده سهله وبسيطه، ان شاء الله دائما راح تكون سهله وبسيطه وان شاء الله راح تفلل فيها. الله يعطيك الف عافيه، شكرا على المشاهده، ولا تنسى من اللايك والشير والسبسكرايب، وبس يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.